السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معذرات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الأذان. عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: طاف بي وأنا نائم رجل فقال: تقول الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع والإقامة فرادى، إلا قد قامت الصلاة قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنها لرؤيا حق. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة. وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم. ولابن خزيمة عن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم. وعن أبي محذورة رضي الحمد لله الله الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. هذا باب في الأذان والإقامة. والأذان في اللغة الإعلام والإخبار، وأما في الاصطلاح فهو الإعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه بألفاظ مخصوصة. الإعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه، وهذا في أذان الفجر الأول، لأنه إعلام بقرب دخول وقت الصلاة أو قربه بألفاظ مخصوصة. والأذان فيه فضل كبير، فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، والحديث من حديث أبي سعيد الخدري، أنه قال لأبي عبد الرحمن بن أبي صعصعة: إنك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت فارفع صوتك، فإنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. سمعته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يعجب ربك من راعي غنم على رأس شظية الجبل يؤذن ثم يصلي، فيقول الله جل وعلا: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت له وأدخلته الجنة. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. وقد اختلف العلماء هل الأفضل الأذان أم الإمامة، فقال الجمهور إن الأذان أفضل لما جاء فيه من الفضل. وفي سنن الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. اللهم اغفر للأئمة، اللهم أرشد الأئمة، واغفر للمؤذنين. الإمام ضامن، لأن الإمام يضمن ألا يقع في الصلاة خلل، فيجتهد في ألا يقع في صلاته خلل. والمؤذن مؤتمن، لأن الناس يعتمدون على أذانه
في صلاتهم وفي سحورهم. ولذا جاء في البيهقي والحديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذنون أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم. أقول من أهل العلم من ذهب إلى أن الأذان أفضل لما جاء من الأحاديث في فضله، وهذا هو قول الجمهور، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. ومن العلماء من قال إن الإمامة أفضل، لأن الإمامة قد تولاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتولاها خلفاؤه من بعده. ورد هذا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخلفاءه إنما تولوا الإمامة دون الأذان لانشغالهم بأمور المسلمين، والأذان يحتاج إلى متابعة ليعرف دخول الوقت. ولذا قال عمر رضي الله عنه كما في البيهقي بإسناد صحيح: لولا الخلافة لأذنت، لولا الخلافة لأذنت. والقول الثاني أن الإمامة أفضل، وهو رواية عن الإمام أحمد لما تقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تولاها وتولاها خلفاؤه من بعده. والذي يظهر لي أنه ليس هناك ما يدل على تفضيل أحد العملين على الآخر، فلكل منهما فضله. لكن إن كان من أهل العلم فالإمامة أولى له ليعلم الناس وليقتدوا به، وإن كان من عامة الناس ممن له معرفة بالأوقات فإن الأذان أفضل في حقه. واعلم أن الأذان من فروض الكفاية، يعني إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. ولذا جاء في الحديث المتفق عليه من حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. قوله عليه الصلاة والسلام ليؤذن لكم أحدكم هذا أمر، والأمر للوجوب، وقوله أحدكم هذا يدل على أنه من فروض الكفاية، أنه من فروض الكفاية. فإذا قام به البعض على جهة الكفاية سقط الإثم عن الباقين، إذا قام به البعض على جهة الكفاية سقط الإثم عن الباقين. وفي رواية في الصحيحين: أذنا ثم أقيما، وهذا يدل كذلك على أن الإقامة تجب، على أن الإقامة تجب. لكن هذا في الجماعة، والجماعة اثنان فأكثر. ولذا جاء في الحديث المتقدم: أذنا ثم أقيما. فالجماعة يجب في حقهم أي الذكور الأذان، لكن المنفرد لا يجب في حقه الأذان ولا الإقامة، لأن الأمر الوارد إنما وجه إلى الجماعة: أذنا ثم أقيما. وإن كان ذلك يستحب في حق المنفرد، فيستحب في حق المنفرد أن يؤذن ثم يقيم، لحديث الراعي المتقدم الذي هو على شظية جبل يؤذن ثم يقيم الصلاة. فإذا الأذان في حق المنفرد مستحب لا يجب، وكذلك الإقامة. وأما الجماعة فيجب في حقهم الأذان ثم الإقامة. الجماعة كما لا يخفى عليكم قد تكون جماعة لصلاة مؤدات، وقد تكون جماعة لصلاة فائتة،
قد تكون هذه الصلاة فائتة، وقد تكون الصلاة مقضية، وكذلك الجماعة قد تكون في حضر وقد تكون في سفر، قد تكون في حضر وقد تكون في سفر. حديث مالك بن الحويرث المتقدم يدل على أن الأذان والإقامة يجبان على الجماعة وإن كانوا في سفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وكانوا على سفر، فيجب إذن في الحضر وفي السفر. هذا هو أصح قولي العلماء، وهو رواية عن أحمد، واختاره جماعة من المحققين كالشيخ محمد بن إبراهيم وغيره، وأن المسافرين الذين يصلون جماعة يجب في حقهم الأذان وكذلك الإقامة، يعني إن كانوا في موضع لا يسمعون فيه النداء، لكن إن كانوا في بلد يسمعون فيها النداء فهذا ظاهر أنهم يكتفون بالنداء الذي سمعوه، لكن بعضهم يكون مثلا في الطريق ينزل أو في مكان ليس فيه من يؤذن فيلزمهم الأذان وتلزمهم الإقامة ما دام أنهم جماعة وإن كانوا على سفر. ما يتعلق بالصلاة المؤداة، وجوب الأذان فيها ووجوب الإقامة ظاهران، لكن هل يجب هذا كذلك في الصلاة المقضية أم لا يجب؟ المشهور في المذهب أنه يستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران ابن حصين في الصحيحين لما نام عن صلاة الصبح هو وأصحابه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن، قال فصلينا ركعتين، يعني سنة الفجر، ثم أقام فصلينا، يعني الصبح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يؤذن وأن يقيم، وهذا في صلاة فائتة، وهذا في صلاة فائتة. وهل هذا للاستحباب كما قال الحنابلة أم أنه للوجوب؟ الأظهر أنه للوجوب، واختاره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أن هذا للوجوب، يعني في الفائتة، لكن هذا حيث كذلك كما تقدم لم يكن في موضع قد نودي فيه، يعني أناس أتوا إلى المسجد بعد طلوع الشمس، غلبهم النوم فأتوا بعد طلوع الشمس، فلا نقول إن الأذان يجب في حقهم، بل إن الأذان لا يشرع على هذه الصفة ما دام أنهم في مكان قد نودي فيه، لكن إن كانوا في موضع لم يؤذن فيه، إما لكونهم في بلد ليس فيها أذان، ليست من البلاد التي فيها مسلمون يؤذنون، أو كانوا في فلات من الأرض يعني ناموا في الصحراء فاستيقظوا بعد طلوع الشمس فيؤمرون بالأذان، وأما إذا كانوا في موضع قد أذن فيه فإنهم لا يؤمرون بالأذان، لا يؤمرون بالأذان ما دام أنهم في موضع قد أذن فيه، بل لا يشرع كذلك في حقهم، لا سيما إذا رفعوا صوتهم فيه بحيث يسمعهم من هو ليس منهم، لأن هذا يشوش، لأن هذا يشوش، والله أعلم. وحديث عبد الله بن زيد فيه صفة الأذان، والأذان قد جاء في السنة له صفتان، صفة أذان بلال وصفة أذان أبي محذورة، صفة أذان بلال وصفة أذان أبي محذورة، وكلا الصفتين سنة، وكان يؤذن بأذان بلال في المدينة وبأذان أبي محذورة في مكة. واختار الإمام أحمد رحمه الله أذان بلال
لأنه كان آخر الأمرين، ولأنه كان يؤذن فيه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، لكن كل سنة، فهذا سنة وهذا سنة. ما هي صفة أذان بلال؟ أذان بلال فيه 15 جملة، فيه 15 جملة، يكبر 4 ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر مرتين، ثم كلمة التوحيد لا إله إلا الله مرة. فهذه 15 جملة، 15 جملة. وأما الإقامة فكما سيأتي هي 11 جملة، يعني الله أكبر مرتين كما هو معروف، أشهد أن لا إله إلا الله مرة، وأشهد أن محمد رسول الله مرة، حي على الصلاة مرة، حي على الفلاح مرة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، مع إضافة قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة مرتين بعد حي على الصلاة، حي على الفلاح. إذن أذان بلال 15 جملة، وإقامته 11 جملة. أما أذان أبي محذورة فإنه 19 جملة، 19 جملة، بإضافة التشهد مرتين، مرتين يخفض به صوته ثم يرفع بالتشهد صوته، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. إذن أولا يخفض صوته بالأذان، يسمعه من قرب، يعني من كان قريبا من المسجد فإنه يسمعه، وعلى ذلك فإذا كان الميكروفون بين يديه يبعد قليلا عن الميكروفون حتى يكون هذا التشهد إنما يسمعه من قرب، ممن هو محيط بيته، ممن هو قريب إلى المسجد أو من كان في المسجد، ثم يعود فيرفع بالتشهدين صوته، وعلى ذلك فتكون الجمل 19 جملة. وأما إقامته فهي كأذان بلال، فهي كأذان بلال، لكن يضيف إليها قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، فتكون الجمل 17 جملة. هذان الأذانين قد جاء إقرارهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما أذان بلال فإنه كان لرؤيا حق كما جاء في حديث عبد الله بن زيد، وأذان أبي محذورة فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أبا محذورة كما سيأتي إن شاء الله، فهي من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوته فأعجبه فعلمه الأذان كما سيأتي إن شاء الله. فيما يتعلق بقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، هذه تقال في صلاة في أذان الفجر لهذا الحديث الذي هو حديث بلال، الذي هو حديث بلال رضي الله تعالى عنه، وهو حديث في مسند الإمام أحمد. قال: وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال رضي الله عنه في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم. وهذا حديث حسن. وكذلك حديث ابن خزيمة عن أنس رضي الله عنه حديث حسن أيضا، قال: من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم. واعلم أن ظاهر إطلاق الفقهاء كما قال الشيخ علي بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهو ظاهر ما في المنتهى أيضا، أن
المؤذن يقول ذلك في أذان الفجر الأول وفي أذان الفجر الثاني جميعا، يقول ذلك في أذان الفجر الأول وفي أذان الفجر الثاني. الآن عمل كثير من المؤذنين أو أكثر المؤذنين أنهم يكتفون بأذان الفجر الثاني بقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، لكن ظاهر الأدلة وهو ظاهر إطلاق الفقهاء أنه يقول ذلك في الأذانين كليهما. ومعلوم أن الأذان الأول هذه العبارة فيه مناسبة جدا، فإن الأذان الأول إنما شرع ليوقظ النائم وليرجع القائم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم وليرجع قائمكم، يعني القائم يرجع ليستريح قبل صلاة الصبح، الذي يقوم الليل ينام يسيرا حتى يتقوى على أداء صلاة الفجر، والنائم يستيقظ، والنائم يستيقظ. وكذلك جاء كما تقدم هذا في حديث بلال، وهو قول الصلاة خير من النوم. ومعلوم أن بلال كان يؤذن تارة الأذان الأول ويؤذن تارة الأذان الثاني، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن بليل. وعلى ذلك فقول الصلاة خير من النوم يشرع في أذان الفجر الأول وفي أذان الفجر الثاني. واعلم أن أذان الفجر الأول إنما يستحب قبيل دخول الوقت، يعني بنحو ثلث ساعة تقريبا، وما يفعله بعض المؤذنين من تأخيره من التبكير به بنحو ساعتين أو ساعة هذا خلاف المستحب، وذلك لقول عائشة رضي الله عنها كما في النسائي قالت: ولم يكن بينهما، يعني بين أذان بلال وأذان أبي محذورة، إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا، لم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا، فالمستحب أن يكون بينهما وقت يسير. نعم. صلى الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان فذكر فيه الترجيع، أخرجه مسلم، ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط، ورواه الخمسة فذكروه مربعا. وعن أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني قوله قد قامت الصلاة، متفق عليه، ولم يذكر مسلم الاستثناء. وللنسائي أمر النبي تقدم هذا، فأذان بلال فإقامة بلال التكبير فيها مرتين، التكبير فيها مرتان، ثم يوتر مرة مرة حتى يأتي كذلك التكبير في آخره. نعم. فيكون المجموع 11 جملة، يكون المجموع 11 جملة. نعم. قال رحمه الله: وللنسائي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه هاهنا وهاهنا وإصبعاه في أذنيه، رواه أحمد والترمذي وصححه. قوله وإصبعاه في أذنيه الذي ذكره جماعة من أهل العلم كالنووي وكذلك صاحب الإقناع أن الإصبع هنا هي السباحة أو السبابة، يعني التي تسمى بالسبابة أو السباحة، فيضع هذه الأصبع في أذنه، وهذا هو المشهور، لكن لم يرد تعيين ذلك في السنة، لكن المشهور عند أهل العلم أن الذي يضع من أصابعه هي السباحة. نعم.
قال رحمه الله: ولابن ماجة: وجعل إصبعيه في أذنيه، ولابن داود: لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر. وأصله في الصحيحين: لوى عنقه من غير أن يستدير، لأنه إن استدار توجه إلى غير القبلة، والمستحب للمؤذن أن يتوجه إلى القبلة بإجماع العلماء، وهذا هو المعروف عن المؤذنين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعده، فلا يعرف الأذان إلا إلى القبلة. لكن لو أذن إلى غير القبلة فإنه يجزئ، لكن هذا خلاف المستحب. كذلك المستحب أن يؤذن قائما، وهذا كذلك هو المعروف، وليكون ذلك أبلغ في أذانه، لأن الصوت مع القيام يكون أرفع. لكن لو أذن جالسا فإن ذلك يجزئ، لكنه خلاف المستحب، يعني يكره أن يؤذن قاعدا، لكن إن احتاج إلى ذلك كمريض ونحوه، يعني يشق عليه القيام، فإن ذلك لا يكره في حقه. نعم. قوله: حي على الصلاة يمينا وشمالا. من أهل العلم كالحنابلة من قال إنه يلتفت يمينا حي على الصلاة، حي على الصلاة، ثم يلتفت شمالا حي على الفلاح، حي على الفلاح. ومن أهل العلم هو أظهر، وهو ما اختاره ابن دقيق العيد في شرحه للعمدة، أنه يقول حي على الصلاة يمينا وحي على الصلاة شمالا، ثم يقول حي على الفلاح يمينا ويقول حي على الفلاح شمالا، لتأخذ كل جملة من الجملتين نصيبها من الجهة. يكون أهل الميمنة، أي أهل ميمنة الميمنة المسجد وأهل ميمنة الحي، يسمعون حي على الصلاة ويسمعون حي على الفلاح، وكذلك أهل الميسرة. وهو كذلك ظاهر الحديث، لأنه قال: لما بلغ حي على الصلاة، لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا. فالأقرب أنه يقول حي على الصلاة يمينا وشمالا، ثم يقول حي على الفلاح يمينا وشمالا. نعم. جعل الإصبع في الأذن، العلة منه أن ذلك أرفع، أن العلة في ذلك أن ذلك أرفع لصوته، لأنه إذا أدخل أصبعه في أذنه كان ذلك أرفع لصوته. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه الأذان، رواه ابن خزيمة. نعم. هذا حديث حسن، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علم أبا محذورة الأذان وتقدم. وفيه أيضا أن المستحب في المؤذن أن يكون حسن الصوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه الأذان، كما أنه يستحب أن يكون المؤذن رفيع الصوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عبد ربه، لزيد بن عبد ربه: قم مع بلال، كما في سنن أبي داود، فألق عليه ما رأيت فإنه أندى منك صوتا، يعني هو أرفع منك صوتا. إذن يستحب أن يكون المؤذن رفيع الصوت حسنه، أن يكون رفيع الصوت حسنه. نعم. قال رحمه الله: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة، رواه مسلم، ونحوه في المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. نعم. اعلم أن الأذان لا بد أن يكون مرتبا متواليا كما جاء في الشرع،
فإذا كان الأذان غير مرتب وغير متوال فإنه لا يجزئ، لأن هذا خلاف أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكل عمل ليس على أمره فهو رد. لا بد إذن أن يكون مرتبا، فلو قدم مثلا الحيعلة على التشهد لم يجزئ، لا بد أن يرتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا محذورة الأذان كذلك، وكذلك أيضا في أذان بلال، فإذا أذن على غير سبيل الترتيب كان على خلاف هديه عليه الصلاة والسلام فلا يجزئ. كذلك أيضا لا بد أن يكون متواليا، لأن الأذان المعروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان متواليا وعليه، فلو فصل بفاصل طويل في العرف فإنه لا يجزئ. فلو قدر مثلا أن الميكروفون تعطل أثناء الأذان فوقف المؤذن وأصلح، ثم إنه أراد أن يكمل الأذان فيقال له لا تكمل، أعد ما دام أن الفاصل طويل في العرف. لكن لو كان الفاصل قصيرا في العرف، يعني وقت يسير في العرف، فإنه يكمل. إذا كان الفاصل قصيرا في العرف أكمل، وإن كان طويلا في العرف فإنه يعيد، يعني يستأنف الأذان من أوله إذا كان الفاصل طويلا في العرف. واعلم أن الأذان لا بد أن يكون من واحد، لأن هذا هو الأذان المعروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن يتولى الأذان الواحد للصلاة الواحدة أكثر من مؤذنين. لو أن المؤذن انقطع صوته فأراد آخر أن يكمل فنقول لا يجزي، لا بد أن تستأنف الأذان من جديد، لأن هذه عبادة، فيشترط أن تكون من شخص واحد، وكذلك لما كانت عبادة فلا يكفي أن تؤخذ من مسجل، هذا لا يكفي، لا بد أن يؤذن لكل وقت أذانا حاضرا، ليس بالأذان الذي يسجل، وهذا ما قرره الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى. لو أن مسجدا أخذوا شريطا ووضعوه وفتحوا الميكروفون نقول هذا لا يجزي، لكن لو أن في البلد الكبير مؤذنا يسجل صوته مباشرة في الإذاعة، ثم إن أهل المساجد الأخرى يفتحون المسجل المباشر ويفتحون الميكروفون لكل وقت، فإن هذا لا حرج فيه، فلو أن أهل مكة مثلا يفتحون المذياع، يعني المباشر ليس المسجل، المباشر يفتحونه على الميكروفون فإنه لا حرج في ذلك، لأن غاية الأمر أن صوت هذا المؤذن بلغ في أطراف بعيدة، فأصبح كهيئة الميكروفون، كما أن الميكروفون يبلغ أكثر من الصوت العادي فالمذياع يبلغ أكثر. يعني إذا اعتمد أن المؤذنين يفتحون هذا المذياع حيث يؤذن المؤذن في بلدهم، ليس في بلد آخر، في بلدهم يؤذن مباشرة في نفس الوقت، يعني يؤذن للظهر في مكة فيفتحون المذياع، فهذا لا حرج فيه. يعني رجل مثلا من أهل مكة مؤذن أخذ المذياع والمؤذن يؤذن الظهر فتحه ووضعه عند الميكروفون، فهذا لا حرج فيه. إذن لا يكون مسجلا، يجب أن يكون الأذان
لنفس الوقت الحاضر وفي نفس البلد وفي نفس البلد. ولا بد أن يكون المؤذن عدلا، لا بد أن يكون المؤذن عدلا، لحديث والمؤذن مؤتمن رواه أبو داود والترمذي وهو حديث صحيح. فالمؤذن مؤتمن، ولأن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فكيف نجعل هذا الفاسق مؤذنا ويخبرنا أن الوقت قد دخل والفاسق لا يقبل خبره؟ وهذا هو قول جمهور العلماء، وأن الفاسق لا يصح أذانه. ومن العلماء من قال إن الفاسق يصح أذانه، والذي يترجح هو التفصيل. فنقول إن المؤذن الفاسق لا يجزئ أذانه حيث يعتمد على أذانه، وأما إن كان بحيث لا يعتمد على أذانه فإن ذلك يجزئ. يعني إذا كان في المكان الواحد، يعني في قرية مثلا، أكثر من مؤذن بحيث إن أهل القرية يسمعون المؤذن الذي يؤذن في هذه القرية وهو من أهل العدالة ويعتمدون على أذانه، لكن في بعض المساجد يؤذن فاسق، هذا الفاسق نتبين صدق خبره بأذان العدل في نفس المكان، لأن هذا العدل نحن لم نكتفي بخبره بل نسمع أذان غيره من العدول. إذن إذا كان بحيث يعتمد على أذانه فلا يجزي، وأما إن كان بحيث لا يعتمد على أذانه، يعني في البلد غيره يؤذن ويسمع صوت غيره في الأذان، فإنا نقبل خبره ويصح أذانه. ومثل ذلك المميز، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فالمميز يصح أذانه إن كان بحيث لا يعتمد عليه، وأما إن كان بحيث يعتمد على أذانه فلا يصح، لأنه غير مكلف، وغير المكلف لا يوثق بخبره، غير المكلف لا يوثق بخبره، فلا بد أن يكون مكلفا. وعلى ذلك فالمميز يعني الذي بلغ 7 سنين ننظر، فإن كان في البلد من يسمع أذانه غيره فإنه لا مانع أن يكون مؤذنا. بعض الناس يأمر ابنه الصغير أن يؤذن في المسجد، والناس يسمعون الأذان من هنا ومن هنا، فلا حرج في ذلك. وأما إن كان بحيث يعتمد على أذانه فإن ذلك لا يجزئ. هذا هو أصح أقوال أهل العلم، أي هذا التفصيل، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. واعلم أن النساء يباح في حقهن الأذان وتباح في حقهن الإقامة في أصح أقوال أهل العلم، وهو رواية عن الإمام أحمد، لكن من غير أن يبلغ هذا الصوت الرجال خشية الفتنة، يعني في الأذان، لأن الأذان يكون فيه في العادة تحسين للصوت، فلا ترفع صوتها حتى لا يبلغ ذلك الرجال، كما أن المرأة لا تلبي بحضرة الرجال، فكذلك لا تؤذن في حضرة الرجال الأجانب. إذن الأذان في حق النساء وكذلك الإقامة في حقهن مباحة، يعني لا نقول إنها مستحبة ولا نقول إنها مكروهة. ويدل على ذلك قول ابن عمر رضي الله عنه الذي رواه ابن أبي شيبة لما سئل عن ذلك، فقال أنا أنهى عن ذكر الله، يعني على صفة الاستفهام، على صيغة الاستفهام، يعني أنا لست ممن ينهى عن ذكر الله. فهذا يدل على أن الإقامة تباح، وكذلك الأذان يباح في حقهن. وقد جاء كذلك عند ابن أبي شيبة
أن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نصلي بغير إقامة. وهذا يدل كما تقدم على أن الإقامة لا تجب ولا تستحب في حق النساء، وإنما تباح. يعني إذا أذنت المرأة وأقامت فلا حرج في ذلك. هذا هو أصح أقوال أهل العلم، وهو رواية عن الإمام أحمد. وحديث جابر بن سمرة فيه أن العيد لا يشرع فيه، يعني في صلاته، لا يشرع في صلاته أذان ولا إقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالأذان ولا بالإقامة، ولم يؤذن بين يديه عليه الصلاة والسلام، ولم يقم للصلاة بين يديه في العيدين. فإن فعل ذلك كان بدعة، لأن هذا على خلاف هديه عليه الصلاة والسلام. وكذلك في صلاة الكسوف لا يشرع فيها أذان ولا إقامة. نعم. صلى الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة رضي الله عنه في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة: ثم أذن بلال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع في كل يوم، رواه مسلم. وله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. وله عن ابن عمر رضي الله عنهما: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة. وزاد أبو داود: لكل صلاة. وفي رواية له: ولم ينادى في واحدة منهما. نعم. أما حديث أبي قتادة ففيه ما تقدم من أن الصلاة الفائتة يشرع لها الأذان وتشرع لها الإقامة، وتقدم. وأما حديث جابر ففيه أن الصلاة المجموعة يكتفى فيها بأذان واحد للصلاتين جميعا، يعني إذا جمعنا بين المغرب والعشاء أو بين الظهر والعصر فإن نكتفي بأذان واحد ويقام لكل صلاة. ولذا قال: لكل صلاة، يعني الإقامة تكون لكل صلاة. وكذلك أيضا في الفوائد، فإنه لو اجتمعت عليه عدة فوائد فيؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل فائتة، كما جاء هذا في الترمذي والنسائي من حديث ابن مسعود في فوت عدة صلوات على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الخندق. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام للظهر فصلى، ثم أمره فأقام العصر فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمره فأقام المغرب فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمره فأقام العشاء. إذن لكل صلاة من الفوائت إقامة، لكن يكفي فيها نداء واحد كالصلاتين المجموعتين، يعني جمع تقديم أو جمع تأخير. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. متفق عليه. وفي آخره إدراج. نعم. وعن ابن عمر: فكان رجلا أعمى، هذا من قول عائشة، لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. هذا الحديث من فوائده أن المؤذن لا يشترط أن يكون عارفا بأوقات بعلامات دخول وقت الصلاة، لا يشترط أن يكون عارفا أو عالما بأوقات دخول الصلاة، لا يشترط، لأن هذا أعمى والأعمى لا يرى، فلا يشترط أن يكون المؤذن ممن يعرف أدلة المواقيت، لا يشترط هذا، لكنه يرجع إلى من يثق به، لا بد أن يرجع إلى أحد، يكون هناك من
يعلمه. ولذا قالت عائشة: لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. وفيه أن بلالا كان يؤذن بليل، وهذا هو الأذان الأول. وتقدم لكم أنه كان يقول فيه: الصلاة خير من النوم، وأن هذا مما يدل على أن قول الصلاة خير من النوم يشرع في الأذانين كليهما، في الأذان الأول وفي الأذان الثاني. نعم. وفيها أنه يجوز أن يتخذ للمسجدين المؤذن، أن يتخذ للمسجد الواحد المؤذنين. نعم. صلى الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن بلالا أذن قبل الفجر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي: ألا إن العبد نام. رواه أبو داود وضعفه. نعم. هذا الحديث ضعيف، وفيه أن المؤذن قد يخطئ فيؤذن قبل الوقت. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله، لكن إن أخطأ فأذن قبل الوقت فإنه ينبه الناس، ينبههم حتى يعيد منهم من صلى قبل الوقت. يعني قد يكونون قد اعتمدوا على آذانه فكبروا للصلاة، وكان هذا في الواقع قبل دخول الوقت، فعليه أن ينبههم حتى يعيدوا هذه الصلاة. نعم. قال رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه. وللبخاري عن معاوية ولمسلم عن عمر في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحيعلتين، فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. هذا الحديث فيه فوائد، منها مشروعية إجابة المؤذن، والأصل في الإجابة أن تكون مع كل جملة، هذا هو الأصل. فإن لم يجب حتى فرغ المؤذن من الأذان فهل يجيب؟ ذكر النووي رحمه الله أنه لم يرى لأصحابه من الشافعية تعرضا لهذه المسألة، ثم إنه قرر رحمه الله أنه إن كان الفاصل قصيرا فإنه يجيب، وإن كان طويلا فإنه لا يجيب، وهذا قول ظاهر. فإذا انتهى المؤذن ولم تجب، فإن كان الوقت يسيرا في العرف يعني بعد دقائق يسيرة، فإنك تكرر ما قاله المؤذن تجيبه، وإن كان طويلا في العرف فإنك لا تجيب، لأن الأذان بينك وبينه فاصل طويل في العرف، وهذا الفاصل يحول بينك وبين الإجابة، فلا تشرع الإجابة والحالة هذا. إذن إن سمع النداء فأجاب بعده بعد زمن يسير في العرف فإن ذلك يجزئ. فإن كان الرجل يقضي حاجته فكذلك، إذا أذن المؤذن وهو يقضي حاجته فإنه لا يجيب في بيت الخلاء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر، لما سلم عليه عليه الصلاة والسلام وهو يبول، فرد السلام بعد، لأن السلام من أسماء الله الحسنى، ثم قال: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر. رواه الإمام أبو داود وهو حديث صحيح. فالمتخلي الذي يقضي حاجته لا يجيب المؤذن، فإذا خرج أجاب إن كان الفاصل قصيرا في العرف، فإنه يجيب بعد خروجه. المسألة الثانية: أن ظاهر الأدلة أنه يجيب مناديا واحدا، فإن كان في البلد أكثر من مناد فإنه يجيب المسجد الذي يريد أن يصلي فيه، يعني الذي يقصده،
فإن كان لا يريد أن يقصد مسجدا أجاب أي مناد سمعه، أجاب أي مناد سمعه، أو كان كذلك المسجد الذي يريد أن يصلي فيه بعيدا، بعض الناس يقول أنا في السيارة وأسمع المؤذن يؤذن، فنقول تجيب وتستمر في الإجابة حتى لو انقطع الصوت، ما دام أنه يغلب في ظنك أن المؤذن يردد ما تجيبه أنت. بعض الناس يقول أفتح مثلا زجاجة السيارة وأسمعه يؤذن، ثم إذا حركت السيارة انقطع عني الصوت، فالأقرب أنه يستمر في الإجابة حتى يفرغ، أنه يستمر في الإجابة حتى يفرغ، هذا هو الأظهر والله أعلم. واعلم أن أصح قولي العلماء وهو اختيار ابن رجب أن المؤذن لا يجيب نفسه، لأن المؤذن مناد لا مجيب، أن المؤذن لا يجيب نفسه خلافا للمشهور في المذهب الذي يترجح أن المؤذن لا يجيب نفسه لأنه مناد وغيره مجيب، فغير المؤذن هو الذي يجيب، غير المؤذن هو الذي يجيب. واعلم كذلك أن أصح قولي العلماء أن الإجابة تختص بالأذان دون الإقامة، وذلك لأن الإقامة تحدر تعسر معها الإجابة عادة، ولأن ظاهر الأدلة التي جاءت في استحباب إجابة المؤذن إنما هي في الأذان ليست في الإقامة، وإنما تسمى الإقامة أذانا من باب التغليب، وإلا فإنها إخبار للحاضرين الذين في المسجد. ولذا جاء عن عبد الله بن شقيق فيما رواه ابن أبي شيبة أنه قال الأذان على المنارة والإقامة في المسجد، لأن الإقامة تكون للحاضرين يعني الذين جاءوا للمسجد وحضروا، بخلاف الأذان فإنه يكون للغائبين. وقد جاء في سنن أبي داود أن بلالا رضي الله عنه كان يؤذن على أعلى بيت حول المسجد، على سطح أعلى بيت حول المسجد، فالأذان يقصد منه إعلام الغائبين فشرعت لهم الإجابة، وأما الإقامة فإنها تكون للحاضرين فلم تشرع فيها الإجابة والله أعلم. هذا هو أصح قولي العلماء وهو قول بعض الشافعية، واختاره الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى. نعم. وعند حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كما في حديث مسلم في حديث عمر، فيقول حي على الصلاة، إذا قال المؤذن حي على الصلاة قال المجيب لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه ليس بمناد هو مجيب، فلم يناسب أن يقول حي على الصلاة ولا أن يقول حي على الفلاح، بل يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني ليس لي تحول من هذه الحال التي أنا فيها إلى القيام إلى الصلاة والخروج لها إلا بقوة من الله سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليكم. قال المؤلف ورحمه. وفي قوله الصلاة خير من النوم الذي يظهر أنه يقول كذلك الصلاة خير من النوم، ومن العلماء من قال إنه يقول صدقت وبررت، إن قال هذا فلا بأس به، لكن لم يصح فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن قال صدقت وبررت لم يصح فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأظهر أنه يجيبه فيقول مثل ما يقول، ومن ذلك إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم قال الصلاة خير من النوم، لأن ظاهر الحديث أننا نقول مثل ما يقول إلا في الحي على، وعليه فإذا قال الصلاة خير من النوم قلنا الصلاة خير من النوم. واعلم أن زيادة حي على خير العمل في الأذان قد جاءت عن ابن عمر رضي الله عنه كما في البيهقي، وعن علي بن الحسين كما في البيهقي أيضا، لكنها لم ترد في أذان بلال ولا في أذان أبي محذورة،
ولذا قال البيهقي رحمه الله: فنحن نكره ونحن نكره الزيادة، لأن لم ترد في أذان بلال ولا في أذان أبي محذورة. والظاهر أن من زادها من الصحابة كما قال شيخ الإسلام إنما زادها لعارض، وهو أنه أراد بذلك الحث على الصلاة والمبادرة إليها حيث رأى تكاسلاً من الناس. لكن لما أصبحت من شعائر أهل البدع فإنه ينهى عنها بشدة. أولاً هي ليست من السنة لأنها لم ترد في أذان بلال ولا في أذان أبي محذورة، وإنما زادها بعض الصحابة للتحضيض والترغيب حيث رأى من الناس تكاسلاً. لكن لما أصبحت شعاراً لأهل البدع أو لطائفة من أهل البدع فإنه ينهى عنها. نعم. صلى الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي، فقال: أنت إمامهم، واقتدي بأضعفهم، واتخذ عبدا لا يأخذ على أذانه أجرا. أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. هذا الحديث فيه فوائد، وهو حديث صحيح، منها أن الإمام يقتدي بأضعفهم، يعني في التطويل في الصلاة فيخفف بالنظر إلى أضعف القوم، ويأتي الكلام على هذا إن شاء الله تعالى. ومنها أن المؤذن ينهى عن أخذ الأجرة، والأجرة هي التي تكون من آحاد الناس، يعني يدفعها له آحاد الناس. فإن كانت الأجرة رزقا من بيت المال فإنه لا ينهى عنها، لأن أخذ الرزق يعني الرواتب التي تؤخذ من بيت المال يدفعها الإمام، هذا الرزق الذي يؤخذ للأئمة والمؤذنين والقضاة والمعلمين الشرعيين وغيرهم هذا لا ينهى عنه، هذا رزق من بيت مال المسلمين فلا ينهى عنه عند عامة العلماء. وإنما الكلام في الأجرة، فالأجرة التي تؤخذ من أحد الناس ينهى عنها، لأنه لا يجوز أن يؤخذ على القرب أجرة. لكن إن كان فقيرا أو كان عليه ديون، فاختار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو رواية عن الإمام أحمد أنه لا ينهى عن ذلك، يعني الذي يعلم القرآن أو يؤذن ويأخذ أجرة من الناس وهو فقير محتاج لا حرج عليه في ذلك، لقول الله جل وعلا: فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. هذا في مال اليتيم، فإذا كان مال اليتيم يجوز أن يؤكل منه بالمعروف، يأكل منه الذي يتولى أمر اليتيم، إن كان فقيرا أكل بالمعروف فأولى من ذلك هذه الأجرة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، رواه أبو داود وغيره. فعلى ذلك أخذ الأجرة على الأذان، الأجرة يعني التي تؤخذ من أحد الناس، يكون رجل مثلا في المسجد من أهل الغنى ويعطي هذا المؤذن أجرة، إن كان فقيرا المؤذن أخذها ولا حرج عليه، وإن كان غنيا فلا تحل له. وأما الرزق الذي يكون من بيت مال المسلمين فإنه جائز مطلقا للغني والفقير. نعم. صلى الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. الحديث أخرجه السبعة. تقدم شرح هذا الحديث وما يدل عليه، تقدم شرح هذا الحديث وأن فيه أن الأذان من فروض الكفاية. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال:
إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله. الحديث رواه الترمذي وضعفه. نعم، هذا حديث ضعيف، لكن عليه العمل عند أهل العلم، عليه العمل عند أهل العلم. وفيه أن الأذان يترسل فيه، يعني يتمهل، لأنه إعلام للغائبين. الإعلام للغائبين يناسب فيه الترسل، يعني التمهل. وأما الإقامة فإنه يحدر فيها، يعني يسرع، لأنها إعلام لمن كان في المسجد، فلم يحتج إلى الترسل فيها، وهذا عليه العمل عند أهل العلم. كذلك أن يكون بين الأذان والإقامة القدر الذي يكفي لمن كان يقضي حاجته أن يفرغ من ذلك، ومن كان بين يديه طعام أن يفرغ من ذلك، ومن كان غير متوضئ أن يتوضأ ويأتي المسجد، يعني أن يكون بنحو ما يوجد في هذا الوقت من الفاصل بين الأذان والإقامة، يعني بين 5 دقائق إلى 20 دقيقة بحسب الصلوات التي يستحب تأخيرها كالعشاء، يزاد في التأخير بين الأذان والإقامة، وكذلك في مثل الفجر، لأن الناس يحتاجون إلى وقت أكثر للاستعداد، يستيقظون عندما يسمعون النداء، فمن كان جنبا اغتسل، ومن كان غير متوضئ يحتاج إلى يعني مزيد وقت، وإلى تهيؤ، وإلى لبس ونحو ذلك، فيحتاج إلى وقت يعني زائد بين الأذان والإقامة، يعني بنحو 20 دقيقة، يعني هذا فيما يظهر وقت مناسب، هذا وقت مناسب بين الأذان والإقامة للفجر. وأما سائر الأوقات، وأما المغرب فإنه يخفف، يعني بين الأذان والإقامة في المغرب يكون أقصرها، والعصر والظهر تقدم الكلام فيما يتعلق بتعجيل صلاة الظهر وبتأخيرها عند البرد، تعجيلها عند البرد وتأخيرها عند الصيف، كما تقدم في الكلام على المواقيت. وعلى كل، فإن المبادرة بالصلاة وتقصير الوقت بين الأذان والإقامة بقدر ما يحتاج إليه الناس فقط من غير زيادة هو الأفضل. نعم. ثم قال رحمه الله: وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤذن إلا متوضئ. وضعفه أيضا. هذا حديث ضعيف، لكن الطهارة للأذان مستحبة للحديث المتقدم الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر، فإن أذن وهو محدث أجزأ اتفاقا، حتى لو أذن وهو جنب. فإن قال: أنا جنب وأريد أن أدخل المسجد، فيقال له: توضأ وادخل المسجد. يعني إذا استيقظ المؤذن وهو جنب وأراد أن يبادر خشية التأخير في الأذان، يتوضأ ويدخل المسجد ويؤذن، ثم يعود إلى بيته ويغتسل، لأن الجنب يجوز له أن يمكث في المسجد وهو متوضئ، يجوز له أن يمكث في المسجد وهو متوضئ. نعم. قال رحمه الله: وله عن زياد بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن أذن فهو يقيم. وضعفه أيضا. نعم. ولأبي داود في حديث عبد الله بن زيد. نعم. وللبيهقي. نعم. نحوه عن علي رضي الله عنه من قوله. سيأتي الترتيب. نعم. عندنا شيء. والبيهقي نحوه عن علي رضي الله عنه من قوله. نعم. فالمؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة، هذا من قول علي رضي الله عنه، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المؤذن أملك بالأذان، لما؟ لأنه يتعلق بمعرفة علامات دخول الوقت، وهذا عمل مناط بالمؤذن، فهو أحق به. يعني ليس للإمام أن يقول: لا انتظر، لا تؤذن حتى آذن لك، لا، هذا راجع إلى المؤذن، كما أن الإقامة راجعة إلى الإمام، فالإقامة راجعة إلى الإمام لأنه أملك بذلك، لأن الأمر يتعلق بالصلاة، فهذا أمر منوط به.
فالإمام أملك بالإقامة والمؤذن أملك بالأذان. نعم. قال رحمه الله ولأبي داود في حديث عبد الله بن زيد أنه قال: أنا رأيته يعني الأذان وأنا كنت أريده. قال: فأقم. نعم. أنت الصوت غير واضح. نعم. قال: وأنا كنت أريده. قال: فأقم أنت. وفيه ضعف أيضا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لكن لا حرج أن يؤذن شخص ويقيم آخر، لا حرج في ذلك، لأن هذه عبادة وهذه عبادة أخرى، لكن المؤذن أولى بالإقامة، لأن من أذن كان أحق بأن يقيم، من أذن فهو أحق بأن يقيم، لأن الإقامة تتبع الأذان. لكن لو تولى الأذان شخص وتولى الإقامة شخص آخر فليس في ذلك حرج. نعم. ثم قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة. رواه. نعم. ابن عدي وضعفه. نعم. تقدم. نعم. إذن الحديث الأول، نعم، حديث من أذن فهو يقيم تقدم الكلام عليه، وكذلك حديث أنا رأيته يعني الأذان وأنا كنت أريده قال فأقم أنت، هذا فيه ضعف، لكن تقدم أن هذا هو الأولى، وأن من أذن فهو أولى بالإقامة. الحديث: المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة، هذا الصواب وقفه على علي رضي الله عنه، وتقدم شرحه. نعم. ثم قالوا: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. هذا يدل على فضيلة الدعاء بين الأذان والإقامة وأنه لا يرد، فهذا من مواضع، يعني من المواضع الزمانية لإجابة الدعاء. وجاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عمرو بن العاص لما قال: إن المؤذنين يفضلوننا، قال: قل كما يقولون ثم سل تعطه، قل كما يقولون ثم سل تعطه. فما بين الأذان والإقامة هو وقت لإجابة الدعاء. نعم. قال رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. أخرجه الأربعة. نعم. هذا الحديث فيه أنه يستحب لمن سمع النداء أن يقول ما ورد هنا: اللهم رب هذه الدعوة التامة. الدعوة التامة هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، والصلاة القائمة يعني الصلاة التي نودي لها، هذه الصلاة المكتوبة. آت محمداً الوسيلة، الوسيلة منزلة منزلة في الجنة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، يعني الفضل والقدر الزائد على الخلق. قال: وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. ورويت في النساء: وابعثه المقام المحمود، لكن التنكير أولى لأنه تنكير للتعظيم، ولأن القرآن جاء كذلك: وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، وهي الشفاعة العظمى، وهي الشفاعة العظمى. قال: حلت له شفاعتي يوم القيامة، حلت له شفاعتي يوم القيامة. وجاء في صحيح مسلم أنه يستحب أن يقال بعد حي على الصلاة حي على الفلاح: رضيت بالله ربا وبمحمد النبي وبالإسلام دينا. رواه الإمام مسلم. وفيه أن من قال ذلك غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة. عن علي بن طلق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. رواه الخمسة وصححه ابن حبان. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. هذا الحديث فيه أن من شروط الصلاة الطهارة من الحدث، فمن كان محدثا فإن صلاته لا تقبل. إن صلى محدثا أو أحدث في الصلاة فإن عليه أن يعيد الصلاة، يعني يستأنف الصلاة من أولها، لا يذهب فيتوضأ ثم يكمل فيأتي بما بقي، بل إنه يستأنف الصلاة من أولها. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. واعلم أن شروط الصلاة تكون قبلها لا تقارنها، إلا النية، فإن النية يجوز أن تقارنها وأن تكون قبلها، فالنية يجوز أن تكون مقارنة للصلاة، وأما سائر الشروط فإنها تكون قبلها. والشرط يستمر في الصلاة كلها، ولذا فإن الطهارة من الحدث لا بد أن تكون في الصلاة كلها، فلو أحدث في أثنائها أعاد. وأما الركن وهو جزء من الصلاة فإنه يكون في بعضها، فالركوع يكون في بعض الصلاة والسجود يكون في بعضها، هذا من الفروق بين الركن والشرط. فالشرط يستمر في الصلاة كلها، وأما الركن فإنه يكون جزءا منها، لا يستمر. الركوع يأخذ جزءا من الصلاة، والسجود يأخذ جزءا من الصلاة، وهكذا لا يستمر فيها بخلاف الشرط. إذن هذا الحديث فيه أن من أحدث في الصلاة فإن عليه أن يعيد صلاته، وليس له أن يتوضأ فيكملها. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابه قي أو رعاف أو قلس أو مدي فلينصرف، فليتوضأ ثم ليبني على صلاته، وهو في ذلك لا يتكلم. رواه ابن ماجه وضعفه أحمد. نعم، هذا الحديث ضعيف، وفيه أن من أحدث في الصلاة فإنه يتوضأ ويبني، يعني يكمل، لكن الحديث ضعيف، والصواب ما تقدم، وأنه يعيد الصلاة، يعني يستأنفها من أولها. نعم. وعنها قالت: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة.
نعم، هذا الحديث فيه ستر العورة في الصلاة، وقد جاء في القرآن قوله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. عند كل مسجد أي عند كل صلاة. وقد أجمع العلماء كما حكى ذلك ابن عبد البر أن ستر العورة في الصلاة واجب، فمن شروط الصلاة ستر العورة. ويأتي الكلام إن شاء الله على عورة الرجل في الصلاة التي يجب سترها، وهذا الحديث فيما يجب ستره في حق المرأة. فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. الخمار هو الذي يغطى به الرأس، الخمار هو الذي يغطى به الرأس. لا يقبل الله صلاة حائض، سواء كانت هذه الحائض حرة أم أمة، لا فرق في أصح قولي العلماء بين الحرة والأمة، فعورة الأمة كعورة الحرة لعموم الحديث. واعلم أن المستحب للمرأة كما صح ذلك عن عائشة رضي الله عنها في سنن سعيد بن منصور وغيره أن تصلي بخمار ودرع وملحفة، بخمار ودرع وملحفة. الخمار تغطي به رأسها، والقميص الذي هو الدرع تغطي به بدنها، ثم تضع الملحفة التي هي العباءة أو الجلال تغطي به بدنها فوق القميص. وقد اتفق العلماء على أن الوجه ليس بعورة في الصلاة، يعني المرأة تكشف وجهها وهي تصلي، فليس هذا من عورة الصلاة، إلا أن يكون هناك أجنبي حاضر ينظر إليها، وإلا فإن لها أن تكشف وجهها وهي تصلي، تغطي الرأس ما يظهر شيء من شعرها، يعني من شعر الرأس، إلا أن يخرج شيء يسير، لأن هذا يشق التحرز منه. إذن تغطي رأسها وتلبس الدرع، وتلبس فوق الدرع استحبابا الملحفة. وأما الكفان فاختلف أهل العلم في جواز كشفهما للمرأة في الصلاة، وأصح قولي العلماء وهو قول الجمهور واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أن المرأة لها أن تكشف كفيها وهي تصلي قياسا على الوجه، لأن الحاجة تدعو إلى كشف الكفين. هذا هو الراجح وقول الجمهور خلافا للمشهور في مذهب الإمام أحمد. وعلى ذلك فيكون الدرع عند رسغها هنا، ما يظهر الذراع، الذراع من عورة المرأة في الصلاة، فليس لها أن تظهر ذراعها، وإنما لها أن تظهر الكف فقط، لها أن تظهر الكف فقط. ويأتي الكلام على القدمين إن شاء الله، لكن اعلم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ليس في الكتاب ولا في السنة ما يدل على أن العورة، على أن العورة التي يجب سترها في الصلاة هي العورة، ليس هناك تلازم بين عورة المصلي وبين العورة خارج الصلاة. الآن المرأة مثلا يجب عليها أن تغطي رأسها وأن تغطي سائر بدنها، إلا ما يأتي استثناؤه من الكفين ومن القدمين، حتى ولو كان المكان ليس فيه أحد أو كان فيه من ليس بأجنبي عنها، لأن هذه عورة صلاة، هذه عورة صلاة، بخلاف العورة التي هي ليست بعورة الصلاة مما يجب ستره، فهنا تنهى المرأة
عن ستره عن كشف عورتها إذا كان هناك من ينظر إليها ممن ليس بزوج لها. وأما إذا كانت في مكان قد خلت به مثلا كغرفتها تلبس ثيابها هذه تكشف عورتها. إذن هناك فرق بين العورة التي يجب سترها في الصلاة وبين العورة التي يجب سترها عن النظر، يعني التي لا يجوز أن ينظر إليها، فليس هناك تلازم بين هاتين العورتين. ويتضح هذا فيما يتعلق أيضا بعورة الرجل في الصلاة. إذن المرأة تكشف وجهها وتكشف إن شاءت كذلك كفيها، وهل لها أن تكشف القدمين؟ قال نعم. يأتي ذكر حديث أم سلمة. نعم اقرأ. قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن كان الثوب واسعا فالتحف به، يعني في الصلاة، والمسلم فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فأتزر به. متفق عليه. ولهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. أخرجه أبو داود وصحح الأئمة وقفه. هذا الحديث الذي الصواب وقفه على أم سلمة، وفيه أيضا أم محمد، وفيه أيضا أم محمد بن زيد ولا تعرف كما قال الذهبي، هذا الحديث استدل به من قال من أهل العلم إن المرأة يجب عليها في الصلاة أن تستر قدميها. وهذا الحديث فيه كما تقدم ضعف، والصواب وقفه، وكذلك فيه حتى في رواية الوقف من رواية أم محمد بن زيد ولا تعرف. ثم إنه ثانيا لا يدل على وجوب تغطية القدمين، لأنه إنما دل على تغطية ظهور القدمين، وليس فيه الكلام عن باطن القدمين، فإنه قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. ولذا فإن الراجح وهو مذهب الأحناف واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أن المرأة يجوز لها أن تكشف قدميها في الصلاة، يعني من الكعبين فقط. فإذا صلت وليس على قدميها شيء، يعني لم تلبس الخف ولم تلبس عباءة واسعة تتجلل بها وهي تصلي حتى إنها تستر قدميها، فلا حرج في ذلك، والحاجة داعية إلى هذا. وعلى ذلك فتحصل لنا مما تقدم فيما يتعلق بعورة المرأة أن المرأة لها أن تكشف وجهها وكفيها وقدميها دون الساق، يعني القدم من الكعب، وأما الساق فليس لها أن تكشفه، إن كشفته عمدا بطلت صلاتها، لأن هذا من عورة الصلاة. هذا ما يتعلق بعورة المرأة. وأما عورة الرجل فجاء هذا في حديث جابر رضي الله عنه، قال: وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، يعني في الصلاة. اختلف العلماء في الفخذ، هل الفخذ عورة أم ليس بعورة؟ وأصح قولي العلماء وهو رواية عن أحمد واختاره الطبري بن المنذر وجماعة من أهل العلم أن الفخذ ليس بعورة. يدل على هذا ما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة خيبر يقول أنس رضي الله عنه: حتى إن ركبتي لتمس فخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: ثم انحسر الإزار عن فخذه حتى إني لأرى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولو كانت عورة ما نظر
إليها أنس رضي الله تعالى عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك يصان من مثل هذا. فالفخذ ليس بعورة، الفخذ ليس بعورة. وأما ما جاء في الترمذي وغيره من حديث جرهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غطي فخذك فإن الفخذ عورة، فهو معل، ولذا ضعفه الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغيره. ولذا قال الإمام البخاري: حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط. لكن هذا أيها الإخوة فيما يتعلق بالعورة خارج الصلاة، وأما في الصلاة فلا بد من تغطية الفخذ، وهذا كما تقدم، لأن العورة في الصلاة شيء والعورة خارج الصلاة شيء آخر، وهذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن تغطية الفخذ في الصلاة مما لا ينبغي أن يختلف فيه. ولذا جاء في هذا الحديث: إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، فالتحف به. إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به، وإذا اتزر به غطى فخذه. إذن الفخذ عورة في الصلاة، وأما خارج الصلاة فليس بعورة. لكن كان شابا تخشى عليه الفتنة فإنه ينهى عن ذلك، هذا لما فيه من الفتنة، وإلا فإن الفخذ ليس بعورة. فلو أن رجلا كبير السن مثلا يرقى النخل ويربط ثوبا على نصف فخذيه، هذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه، لأن الفخذ كما تقدم ليس بعورة. لكن هذا في خارج الصلاة، وأما في الصلاة فهو عورة. وأما الركبة فليست عورة لا في الصلاة ولا خارج الصلاة، وكذلك السرة فليست من العورة عند جمهور العلماء، يعني السرة والركبة ليست من العورة. إذن العورة الفرجان والفخذان، الفرجان والفخذان. إذن إن كان ثوبه ضيقا اتزر به، وإن كان واسعا التحف به. والمستحب له أن يصلي في ثوبين، يعني بإزار ورداء. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: أيصلي الرجل في ثوب واحد؟ قال: أولكلكم ثوبان؟ متفق عليه. فإذن المستحب أن يصلي في ثوبين، لكن إن صلى في ثوب واحد فننظر، إن كان واسعا التحف به، وإن كان ضيقا اتزر به. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه، وفي رواية: على عاتقيه منه شيء. العاتق هو ما بين المنكب والعنق، هذا يسمى بالعاتق. هذا الحديث استدل به الحنابلة على أن الواجب في الفرض أن يغطي أحد منكبيه، يعني يرفع الثوب حتى يغطي به أحد منكبيه. وعن الإمام أحمد رواية اختارها القاضي من الحنابلة أنه لا بد أن يغطي المنكبين جميعا، وهذا أصح. ولذا جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل بالسراويل، يعني بالسروال، ليس عليه رداء، ليس عليه رداء. إذن لابد أن يلبس الرداء في صلاة الفرض. وأما في النفل فإن له أن يصلي بالسروال فقط، في النفل له أن يصلي بإزار فقط دون رداء، أو بالسروال فقط. يدل على هذا ما جاء في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بثوب واحد بعضه علي. والثوب الواحد إذا كان بعضه على عائشة رضي الله عنها فإنه لا بد أن يكون أعلى البدن مكشوفا، لا بد أن يكون أعلى البدن مكشوفا. ولأن العادة أن الرجل إذا أتى بيته تخفف من الثياب، والتطوع يرغب فيه، فإذا قلنا له البس الرداء ثقل ذلك عليه، فيخفف عليه ترغيبا
بالنفل. إذن الرجل في الصلاة لا بد أن يغطي منكبيه في أصح قولي العلماء، وهذا في الفرض دون النفل. ولذا جاء في الحديث المتقدم: فخالف بين طرفيه. خالف بين طرفيه يعني رد طرفا هنا ورد طرفا هنا، فيخالف بين طرفيه، يضع طرف على منكبه الأيسر والطرف الآخر على منكبه الأيمن. نعم. صلى الله عليه. واعلم كذلك أن أصح قولي العلماء واختاره الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله أن الصبي الذي دون 10 سنين كالبالغ، ومن باب أولى وهو المشهور في المذهب كذلك من كان ابن 10 سنين، أن عورته كعورة الرجل. فمن العلماء كالحنابلة من يرى أن الصبي الذي دون 10 عورته الفرجان فقط، والذي يترجح أن عورته كعورة الرجل، وإنما عورته الفرجان فقط في خارج الصلاة يعني في النظر، وأما في الصلاة فهو كالرجل تماما، فهو كالرجل تماما، لأن هذا الباب الذي هو ستر العورة لا يفرق فيه بين فريضة ولا نافلة، فلم يكن هناك فرق بين صبي وبالغ. نعم. صلى الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت، فأينما تولوا فثم وجه الله. أخرجه الترمذي وضعفه. نعم. وفيما يتعلق بستر العورة، إن انكشف شيء من عورته في الصلاة ولو كان يسيرا عمدا فإن صلاته تبطل في أصح أقوال أهل العلم، وهو مذهب المالكية. يعني إن انكشف شيء من العورة عمدا ولو كان يسيرا فإن الصلاة تبطل، لأن الواجب ستر العورة. أما إذا خرج شيء من العورة سهوا فلا شيء عليه، إذا ظهر شيء من عورته سهوا فلا شيء عليه، لأن ذلك من باب التروك فيعذر فيه بالسهو، كما يأتي الكلام عليه إن شاء الله في إزالة النجاسة في الصلاة. واعلم أن من لم يجد ثيابا يستر بها عورته فإن المشروع في حقه أن يصلي جالسا يضم فخذيه ويومئ بالركوع والسجود، وأصح قولي العلماء أن ذلك يجب عليه، وهو قول في المذهب، يعني ليس له أن يقوم بل يصلي جالسا، لأن ستر العورة يقدم على القيام في الصلاة، لأن القيام في الصلاة يسقط في النفل، ولأن القيام يجب في الصلاة، وأما ستر العورة فيجب في الصلاة وخارج الصلاة. فالواجب على من لم يجد ما يغطي به عورته أن يصلي جالسا، هذا هو الصحيح، يصلي جالسا ويومئ بالركوع والسجود. لكن يقيد هذا بما إذا كان هناك من ينظر إليه، وأما إذا كان في مكان خال ليس هناك من ينظر إليه فالأظهر أنه يصلي قائما، وهو اختيار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. إذن إن كان في مكان في بيت ليس هناك من ينظر إليه فنقول له تقوم وتصلي، لأنه ليس هناك أحد ينظر. وأما إذا كان في مكان يخشى النظر فإنه يجلس ويضم فخذيه ويومئ بالركوع والسجود. نعم. وحديث عامر بن ربيعة حديث حسن لشواهده، وفيه وجوب استقبال القبلة، يتضمن وجوب استقبال القبلة، واستقبال القبلة من شروط الصلاة. قال تعالى: فأينما تولوا. قال الله جل وعلا: وإذا فولوا وجوهكم شطرة.
قال الله جل وعلا: فولوا وجوهكم شطره، أي شطر البيت. واعلم أن الواجب هو استقبال هذه البنية الكعبة، هذا البناء، لقوله جل وعلا: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. ولذا كان من علامات الساعة هدمها، فلا بد أن تكون يكون هذا البناء بين يديك. ولذا فلا يصح أن يصلي الفريضة في سطحها، ولا أن يصلي الفريضة في داخلها، لأن الواجب أن تكون هذه القبلة، هذه الكعبة بكاملها، أن تكون بين يديه. هذا هو الصواب، وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد، وهو ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية لما تقدم. وأما في النفل فإن له أن يصلي في البيت مستقبلا لشيء شاخص منه، يعني أن يكون داخل الكعبة لكن بين يديه شيء شاخص، يعني ما يستقبل الباب الهواء إلا أن يكون الباب مغلقا، فلا بد أن يكون هناك شيء شاخص من الكعبة، حتى يكون قد استقبل بعض البنية، بعض هذه البنية، وأما في الفرض فكما تقدم لا بد وأن تكون هذه البنية، هذا البناء، هذه الكعبة المشرفة، لا بد أن تكون بين يديه. ولذا جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة ركعتين ثم خرج واستقبل القبلة وقال: هذه القبلة، هذه القبلة. ولذا فلا يجزئ أن يصلي الفريضة في الكعبة، وإنما خفف في النفل لما تقدم لكم مما يكون في النفل من التسهيل والتخفيف ترغيبا فيه. واعلم أن من كان في البيت فإن الواجب عليه أن يستقبل عين الكعبة، عين الكعبة يعني يعاينها، ويكون بدنه كله متجها إلى الكعبة. وإن اعتمد على هذه الخطوط التي توضع صفوفا للناس في البيت الحرام فإنه لا حرج في ذلك، لأنها يعني منضبطة لمعاينة الكعبة. وإن كان خارج الحرم فإنه يكفي أن يستقبل الجهة، لا يلزمه أن يعاين، لأن المعاينة فيها مشقة، فيكفي أن يستقبل جهتها. فالذي يكون حول المسجد الذي فيه الكعبة يستقبل المسجد، والذي يكون خارج مكة يستقبل مكة كلها. وقد تكون البلد بعيدة فتستقبل المملكة لبعدها. إذن إن كان في البيت فإنه يعاين، وأما إن كان خارج البيت فإنه يكفي أن يستقبل الجهة، ويأتي ما يدل على هذا. وهذا الحديث فيه أن من صلى على حسب حاله، صلى إلى غير القبلة على حسب حاله، إما لكونه من أهل التقليد ولم يجد من يقلده، ما وجد أحدا يجتهد ويقلده، ولم يجد محاريب إسلامية، ولم يجد من يخبره من الثقات، فصلى على حسب حاله، إما لكون السماء فيها غيم أو قتر، أو لأمر آخر، لكونه مثلا محبوسا في مكان ولا يدري أين الجهة، فصلى على حسب حاله، فإن صلاته تجزئ لهذا الحديث، وهو حديث كما تقدم حسن. فإنهم صلوا فلما طلعت الشمس قال: إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت، فأينما تولوا فثم وجه الله. إذن من صلى على حسب حاله
فلا شيء عليه ما دام أنه لم يجد محرابا من المحاريب الإسلامية يقتدي به، ولم يجد ثقة عدلا أو مستور الحال يسأله، ولم يتمكن من الاجتهاد، وليس هناك من يقلده، فهذا يصلي على حسب حاله. اعلم أن الواجب عليه أولا أن ينظر إلى المحاريب الإسلامية، أو أن يسأل ثقة من أهل البلد، يعني ثقة من أهل البلد أو من غيرها يخبره عن يقين. يعني هذا الرجل نزل إلى بلد ولا يدري أين القبلة، يقول أنا أجتهد، نقول لا لا تجتهد، انتظر، هل في هذه البلد محاريب؟ قال نعم، أخرج وأنظر، هناك مسجد فأعرف محرابه وأقيس اتجاهه لمكاني في هذا الفندق أو في هذا السكن، يعني وجده مثلا إلى هذا الاتجاه ويصلي إلى هذا الاتجاه في فندقه أو في يعني شقته، لأن هناك محاريب إسلامية. كذلك أيضا إن كان هناك ثقة، إن كان هناك ثقة عدل أو مستور الحال يعني لا يعرف بفسق، فإنه يسأله، هذا بمقام المحاريب، سأل الموظف في الاستقبال وكان عدلا أو كان مستور الحال، قال له أين القبلة؟ قال القبلة هكذا، قال القبلة هكذا، فإنه يأخذ بقوله. لكن كان فاسقا فإنه لا يأخذ بقوله، يعني لا يأتي إلى مكان مثلا يشرب فيه الخمر ويباع فيه الخمر في مكان يضطر إليه في فندق ثم يقول لهم أين القبلة فيأخذ بكلامهم، لأن هذا فاسق فلا يؤخذ بقوله، لكن كان عدلا أو مستور الحال أخذ بقوله. فإن كان هؤلاء الفساق لهم قبلة يصلون يتوجهون، يعني وضعوا مثلا علامة في الفندق أو وجد مكانا يصلون فيه، فهل له أن يأخذ باتجاههم؟ أصح قولي العلماء هو قول ابن تميم من الحنابلة أن له أن يأخذ بقبلة الفاسق، لأن الفاسق يبعد أن يصلي إلى غير قبلة حتى وإن كان فاسقا. إذن على ذلك إن وجد قبلة لأناس فساق وجدهم يصلون إلى هذا الاتجاه فإنه يصلي، لأنه إذا سألهم فقد يكونون هم لا يصلون لكنهم يخبرونه بالقبلة هكذا، لكن إن كانوا يتوجهون في مكانهم هذا إلى قبلة فله أن يأخذ بذلك. فإن قال هذا الرجل أنا لم أجد محاريب ولم أجد ثقة يخبرني بيقين، فنقول له اجتهد، معرفة الشمس والقمر والنجوم والقطب ونحو ذلك هذه كلها تبين لك الاتجاهات، والآن توجد هذه البوصلة التي وكذلك في الجوالات ما يستعين به الناس لمعرفة القبلة. فإن قال أنا لا ليس عندي قدرة على الاجتهاد، نقول تعلم، الآن تحتاج أنت فلا بد أن تتعلم. نعم في السابق لم تؤمر بتعلم علامات القبلة لأنك قد لا تحتاج إلى هذا، لكن الآن لما احتجت يلزمك أن تتعلم، فتقول لبعض أصحابك الذين معك في السفر ما هي علامات القبلة فتتعلم حتى تصلي أنت عن اجتهاد، لأنه يمكنك أن تجتهد. فإن قال أنا لا أقدر على التعلم أو الوقت ضيق، فنقول له تقلد. فإن اختلف عندك اثنان فمن تقلد؟ تقلد أوثقهما وجوبا، أوثق الاثنين وجوبا. فإن اختلف هذان الاثنان، هذان الاثنان، هذا يقول هنا وهذا يقول هنا، فهل يأتم أحدهما بالآخر؟ أصح القولين وهو قياس المذهب كما قال الموفق بن قدامة أنه يقتدي أحدهما بالآخر، لأن كل واحد منهما يعتقد صحة صلاة الآخر، كاللذين يأكلان لحم جزور فيصلي أحدهما بالآخر، يصلي الذي أكل لأنه يعتقد أنه لا ينقض الوضوء ويصلي بالآخر فلا بأس بذلك، أو الآخر يصلي به ويكون مأموما معه، لأن كل واحد منهما يعتقد صحة صلاة الآخر. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أم سلمة وعن عامر بن ربيعة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي وقواه البخاري. نعم، هذا الحديث حديث صحيح، ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهذا لأهل المدينة ومن كان مثله، لأن أهل المدينة قبلتهم جنوب، لأن أهل المدينة قبلتهم جنوب، فإذا جعل أهل المدينة المشرق عن يسارهم والمغرب عن يمينهم كانوا إلى الجنوب. وليس هذا كما يفهم بعض الناس خطأ، يظن أن المقصود في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة أن هذا نصف دائرة، يعني إن توجهت هكذا أو هكذا أو هكذا أو هكذا أو هكذا فإنه يجزي. لا، ليس هذا المقصود. المقصود في هذا الحديث أن استقبال الجهة يجزي، فمن كانت قبلته جنوبا فوضع المشرق عن يساره والمغرب عن يمينه يكون قد توجه إلى الجنوب، فالانحراف اليسير لا يؤثر، وأما الانحراف الشديد فإنه يؤثر. الانحراف اليسير هذا لا يؤثر، وأما الانحراف الشديد فإنه يؤثر. إذا كانت قبلته مثلا إلى المغرب فإن هذا يجعل الشمال عن يساره، إذا كانت قبلته إلى المغرب جعل الشمال عن يمينه وجعل الجنوب عن يساره، ويكون بذلك متجها إلى جهة المغرب. واضح هذا؟ إذن الواجب هو استقبال الجهة لمن بعد، والانحراف اليسير لا يؤثر. الانحراف اليسير لا يؤثر. نعم، صلى الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. متفق عليه. زاد البخاري: يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة. نعم، هذا الحديث وهو حديث عامر بن ربيعة فيه تخفيف للمتنفل بأن يصلي إلى غير القبلة في السفر قصيره وطويله، يعني إذا برز من بلده ولو كان إلى البر القريب أو كان إلى مزرعة أو إلى قرية قريبة ليست من السفر الذي تقصر فيه الصلاة، فله أن يصلي التطوع على راحلته ويستقبل المشرق أو غيره، يستقبل القبلة أو يستقبل جهة أخرى، لا حرج عليه في ذلك ترغيبا له بالنفل. وأما إذا كان داخل البلد يعني في الحضر فإنه ليس له، يعني في حضره فإنه ليس له أن يصلي النافلة إلى غير القبلة. يعني شخص يريد أن ينتقل مثلا من الدوام إلى البيت داخل بلده ليس له أن يصلي في طريقه إلى بيته، لكن لو أنه أراد أن يخرج من البلد إلى قرية أو إلى مدينة قريبة أو إلى بستانه ونحو ذلك مما يبرز فيه عن البلد، هذا يسمى بالسفر، فهذا له أن يصلي على راحلته ويومئ بالركوع والسجود وأن يصلي إلى غير القبلة لهذا الحديث. ومثله كذلك الماشي، فلو أن الرجل يمشي على قدميه وأراد أن يتنفل وكان بارزا عن البلد فكذلك يومئ بالركوع والسجود، لا يلزمه أن يقف ويركع ويسجد ويصلي ولو كان إلى غير قبلة. هذا في النفل إذا كان في السفر، في السفر كما تقدم قصيره وطويله، يعني ليس لازما أن يكون في السفر الذي تقصر فيه الصلاة. وقد جاء في الترمذي أن السجود
أخفض من الركوع، أن السجود أخفض من الركوع، جاء هذا في حديث جابر رضي الله تعالى عنه. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولأبي داود من حديث أنس رضي الله عنه كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبلا بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه، وإسناده حسن. هذا الحديث فيه أن المستحب له إذا أراد أن يصلي في سفر النافلة على راحلته، المستحب له أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام، يعني يتوجه إلى القبلة ويكبر ثم يعدل سيارة ويذهب إلى الاتجاه الذي يريد. وهذا في أصح قولي العلماء خلافا للمشهور في المذهب هو للاستحباب لا للوجوب، لأن هذا فعل والفعل المجرد لا يدل على الوجوب. وعلى ذلك فلو أنه افتتح الصلاة إلى غير القبلة فإنه يجزئه ذلك، لكن المستحب له أن يستقبل القبلة فيكبر ثم يسير حيث توجهت به راحلته. نعم. صلى الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه الترمذي وله علة. نعم. الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه الترمذي قال وله علة. والصواب أن الحديث حسن، قد اختلف نعم في وصله وإرساله، لكن الراجح أنه موصول. وهذا الحديث فيه المنع من الصلاة في المقبرة، فالصلاة في المقبرة لا تصح، الصلاة في المقبرة لا تصح. ما هي المقبرة؟ المقبرة هي ما دفن فيه قبر فأكثر، يعني حتى لو كان هناك حوش صغير قريب من البيت فيه قبر واحد أو قبران أو ثلاثة، وعلى ذلك فلو لم يكن فيه إلا قبر واحد فهو مقبرة. وهذا هو أصح القولين، وهو اختيار الشيخ محمد بن عثيمين، وهو اختيار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، لأنه يصدق عليه أنه مقبرة ولو لم يكن فيه إلا قبر واحد. أما المكان الذي أعد للدفن لكنه لم يدفن فيه بعد فلا مانع أن يصلى فيه، يعني لو أن البلدية خصصت أرضا ووضعت عليها سورا لكن لم يقبر فيها بعد فلا مانع أن يصلى فيها لأنها بعد ليست مقبرة. واعلم أن المقبرة يدخل فيها حريمها وفناؤها، فما كان حريما لها وكذلك الفناء المتصل بها هذا داخل فيها، فعندما يوضع لها سور فكل ما في داخل السور فهو من المقبرة، وإذ لم يوضع لها سور فالقبر له حريم، يعني له المتر أو المترين الذي يتصل بالقبر، هذا داخل كذلك في المقبرة. وكذلك الفناء الذي يكون بين القبور هذا داخل فيها، يعني إذا كانت المقبرة ليس فيها سور فلها حريم، يعني لها مكان يتبع المقبرة عرفا، يعني يقدر بالمترين أو بالمتر ونحو ذلك. واعلم أن سطح المقبرة منها، أن سطح المقبرة منها، وذلك لأن المقصود من المنع من الصلاة في المقابر سد باب الشرك، لأن أصل شرك العالم تعظيم القبور، فالسطح داخل في ذلك، فينهى كذلك عن الصلاة في سطحها. كذلك ليس له أن يستقبل القبور كما يأتي في الحديث الذي بعده، ليس له أن يصلي والمقبرة بين يديه، يعني هو خارج المقبرة لكن المقبرة بين يديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نصلي إلى القبور كما جاء في صحيح مسلم ويأتي. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه كما في مصنف عبد الرزاق
أنه رضي الله عنه قال، أي ابن عباس: لا يصلين أحدكم إلى قبر ولا إلى حش ولا إلى حمام ولا إلى حمام. واعلم أن أصح قولي العلماء، وهو ما اختاره المجد بن تيمية والشيخ محمد بن إبراهيم، أنه لا يكفي أن يكون بين المقبرة والمسجد حائط المسجد وحائط المقبرة. يعني لو أن المسجد يتوجه إلى المقبرة، المسجد له حائط والمقبرة لها حائط، هذا لا يكفي. لماذا لا يكفي؟ لأن المسجد يعد مستقبلا للمقبرة، لا بد أن يكون هناك حائل، وعلى ذلك فيوضع حائل من سور يكون بين، أو حديقة تعمر بالأشجار ونحو ذلك، حتى تكون حائلا بين المسجد، يعني بين حائط المسجد وبين حائط المقبرة، بين حائط المسجد وبين حائط المقبرة. نعم. واعلم أن المقبرة إذا نبشت قبورها فلا مانع أن يصلى فيها، ولذا نبش النبي صلى الله عليه وسلم قبور المشركين من حائط لبني النجار وبنى مسجده، كما جاء هذا في الصحيحين، كما جاء هذا في الصحيحين. والواجب إذا بني القبر، إذا بني المسجد على القبر، أن يهدم المسجد، لأن الأرض مقبرة، فالقبر سابق. وأما إن دفن قبر في مسجد فالمسجد هو السابق، فالواجب هو نبش هذا القبر ما دام أن المسجد قد بني قبل ثم دفن فيه ميت، فإن الواجب نبش قبره ووضعه في مكان خارج عن المسجد. نعم. وأما الحمام فالمراد به ما يستحم به، يعني ما يغتسل فيه، هذا هو الحمام، ليس هو الحش الذي تقضى فيه الحاجة، فالحمام هو الذي يغتسل فيه. هذا كذلك لا تصح الصلاة فيه، وذلك لأنه مأوى للشياطين، لأن العورات تنكشف فيه ولا يسلم من وجود شيء من النجاسات عادة، فتأوي إليه الشياطين لأن العورات تنكشف فيه، ولأنه لا يخلو عادة من شيء من النجاسة، ولذا فإن الصلاة فيه كذلك باطلة، يعني في الحمام. وأولى منه الحش، والحش هو المكان الذي تقضى فيه الحاجة، حتى ولو كانت هذه الحاجة تذهب بالماء، ما دام أنه حش تقضى فيه الحاجة فإن الصلاة فيه باطلة. وتقدم لكم حديث قول ابن عباس رضي الله عنه: لا يصلين أحدكم إلى قبر ولا إلى حش ولا إلى حمام. وكذلك ينهى عن استقبال الحش واستقبال الحمام، فليس لك أن تصلي وبين يديك حش، وليس كذلك بين يديك حمام، إلا أن يكون بين يديك مثل مؤخرة الرحل، يعني مثلا تأخذ مثل هذه المناديل، أو تأخذ يعني المركة أو وسادة ونحو ذلك، وتضعها سترة لك إذا كان الحش هو الذي أمامك وأنت تصلي، أو الحمام، فتضع مثل مؤخرة الرحل. فإن قيل ما هي العلة، فالجواب أن هذا أي الحش وكذلك الحمام تأوي إليه الشياطين، والشياطين تقطع على العبد صلاته، ولذا إذا مر الكلب الأسود بين يديك لأنه شيطان بطلت صلاتك، لأنه شيطان، وهذه الأماكن تأوي إليها الشياطين، فإذا وضعت سترة فإن ذلك يمنع من بطلان الصلاة. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتفلت علي شيطان يريد أن يقطع علي صلاتي. فمرور الشيطان يبطل الصلاة، فإذا كنت في مكان تأوي إليه الشياطين فإن الصلاة تبطل فيه،
لأن الشياطين تمر بين يديك، فلا بد أن يكون بين يديه سترة، هذه السترة مثل مؤخرة الرحل. نعم. صلى الله عليكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى في 7 مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله تعالى، رواه الترمذي وضعفه. نعم، هذا الحديث حديث ضعيف لكن معناه صحيح. أما معاطن الإبل فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي وغيره النهي عن الصلاة في معاطن الإبل. وما هي معاطن الإبل؟ هي الأماكن التي تأوي إليها وتبيت فيها الإبل، هذا ينهى عن الصلاة فيها لأن الشياطين تأوي إليها، فالصلاة في مرابضها باطلة، ليس لأن روثها نجس بل روثها طاهر، ولكن لأن الشياطين تأوي إلى مرابضها، لأن الشياطين تأوي إلى مرابضها، فالصلاة في مرابض الإبل قد جاء النهي عنها فهي باطلة. أما الأماكن التي ترد الماء فيها، يعني أماكن ورودها، والأماكن التي يوضع لها فيها العلف، أو الأماكن التي ترتاح فيها عند مسيرها، تربض فيها عند مسيرها، تبرك فيها عند مسيرها، هذه يجوز أن يصلى فيها. يعني الرجل يرحل بإبله ثم إنه نزل في مكان وارتاحت الإبل فصلى، فلا حرج في ذلك، لا حرج. أما مرابضها التي تأوي إليها فإن الصلاة فيها باطلة. وقارعة الطريق جاء في ابن ماجه وفيه ابن لهيعة النهي عن الصلاة في قارعة الطريق، فهو شاهد لهذه الجملة، فقارعة الطريق لا تصح الصلاة فيها. ما المراد بقارعة الطريق؟ يعني التي تقرعها الأقدام، وهذا كذلك تأوي إليه الشياطين، ولذا تجد غالبا أن الذي ينام في الأماكن التي تقرعها الأقدام أنه قد يتأذى في نومه، لأن هذه الأماكن تأوي إليها الشياطين، يعني في المكان الذي تطرقه الأقدام تمشي عليه الناس بأقدامها. وأما الأماكن المهجورة، يعني القارعة المهجورة، فلا ينهى عنها. هذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد، وهو أصح القولين لوجود شاهد كما تقدم في ابن ماجة من حديث ابن لهيعة لذكر قارعة الطريق، يعني التي تقرعها الأقدام. أما المزبلة والمجزرة فإنها لا تسلم عادة من وجود نجاسات، ولذا كذلك تأوي إليها الشياطين. فالمجزرة فيها الدماء، والمزبلة فيها الأقذار، ولا تسلم من وجود نجاسات مع هذه الأقذار ومع هذا الأذى، ولذا فإن الصلاة كذلك لا تصح لا في المزبلة ولا في المجزرة ولا في قارعة الطريق ولا في الحمام ولا في معاطن الإبل ولا في المقبرة. وعلى ذلك فهذا الحديث معناه صحيح وإن كان سنده ضعيفا، وهذا كما تقدم هو أصح قولي العلماء وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد. نعم. صلى الله عليكم. قال: وعن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، رواه مسلم. تقدم الكلام على هذا، وفيه النهي أن نصلي إلى مقبرة نتوجه إليها، لا بد أن يكون بيننا وبينها حائل كما تقدم لكم ذكره. كذلك ينهى عن الجلوس عليها لأن هذا الميت له حرمة، فلا يجوز أن يجلس على القبر. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإذا رأى في نعليه أذى أو قذرا فليمسحه وليصلي فيهما، أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث والحديث الذي بعده فيه أن من شروط الصلاة إزالة النجاسة، إزالة النجاسة من الثوب، وإزالة النجاسة من البقعة التي تصلي فيها،
وإزالة النجاسة من البدن، فلا بد أن يكون البدن أولا طاهرا من النجاسة، ولا بد أن يكون الثوب كذلك طاهرا من النجاسة، ولا بد أن تكون البقعة التي تصلي عليها يعني تسجد عليها وهي موضع صلاتك لا بد أن تكون طاهرة من النجاسة. وقد جاء في الصحيحين لما بال الأعرابي في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه، وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب، قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. واعلم أن من حمل نجاسة فقد لاقاها، فلو أن رجلا صلى ومعه قارورة فيها نجاسة فإن صلاته تبطل لأنه لم يجتنب النجاسة، أو صلت المرأة وهي تحمل طفلا فيه نجاسة على ثوبه أو على بدنه فالصلاة كذلك تبطل. وأما إذا كان هذا الطفل ليس بنجس لكن النجاسة في باطنه فلا يضر، ولذا حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة كما في الصحيحين. لكن إذا كان الطفل فيه نجاسة يعني فيما يسمى بحافظته هذه فيها نجاسة فإن حمله يبطل الصلاة مع العلم بالنجاسة. أما إذا كانت المرأة تجهل بوجود النجاسة فلا يضر كما سيأتي بيانه إن شاء الله. إذا صلى الرجل وهو على سجادة في طرفها نجاسة لكن هذه النجاسة ليست في موضع صلاته فلا حرج، يعني قد يكون في ما يسمى بالصالة يكون فيها فرشة كبيرة وفي طرفها نجاسة لكنه يصلي في الطرف الذي ليس فيه النجاسة فهذا لا يضر. كذلك لو أنه صلى على فراش أو على قطعة إسمنت وتحته نجاسة يعني فيما في المجمع الذي تجمع فيه النجاسات وهو ما يسمى بالبيارة، فوق هذه البيارة إسمنت أو بلاط أو فراش فصلى فوقه فلا حرج ولا يكره هذا في أصح قولي العلماء، لأنه لا يعد ملاقيا للنجاسة لأن بينه وبين النجاسة حائل، هذا الإسمنت أو هذا البلاط أو هذا الفراش أو لو أن رجلا وجد على الأرض نجاسة فوضع فوق هذه النجاسة فراشا وصلى بحيث إن النجاسة لا تنخرق إلى هذا الثوب يعني ما تصل إلى هذا الثوب، يعني كانت النجاسة بطرف الثوب الذي الفراش الذي وضعه فإنه لا حرج ما دام أن هذا الشيء لم تخترقه هذه النجاسة. أما إذا شرب هذا الفراش النجاسة فهو نجس ليس له أن يصلي فيه. إذا لو أن رجلا صلى وتحته مكان للنجاسة لكنه على إسمنت أو نحوه فلا حرج. بعض الناس يصلي وتحته حش مثلا في الدور الأعلى يسكن وتحته حش، هذا كذلك لا يضره لأن هذا السطح طاهر وليس بنجس. نعم. كذلك أيضا الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب، هذا الحديث أيضا فيه وجوب اجتناب النجاسة في الصلاة. واعلم أن من صلى ناسيا للنجاسة أو جاهلا بها فإن صلاته تصح في أصح قولي العلماء، يعني هذا رجل يقول صليت وعلى ثوب نجاسة قد نسيت وجودها أو أنا أجهل بوجودها هي في آخر الثوب ولم أعلم بها فلا حرج عليه. يدل على ذلك ما جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم بين هو يصلي إذ خلع نعليه فخلع الصحابة رضي الله عنهم نعالهم، فلما قضى صلاته قال ما حملكم على خلع نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا، فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى أو قذرا. هذا الحديث يدل على أن من صلى لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد الصلاة
يدل على أن من صلى وعلى ثوبه نجاسة قد جهل بها أو كان يعلم وجودها لكنه نسي، قال أذهب إلى البيت وأغسلها ثم إنه نسي فلا حرج عليه. هذا هو أصح قوله العلماء، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من المحققين. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.